جو زاكيين ويدفيو وحاجه مشبعه حاجه صح. تشبع ومام طريقه كيفاش تحضر كل يعني من بيت لبيت ومنطقه لمنطقه تختلف التحضيرات تاعها تحضيرات هذا هي اصلها من منين نعم. هي من الشرق الجزائري من الشرق الجزائري نعم الشرق الجزائري وهذه التريده هذه تتحضر كنت حابه انا اليوم نحضر لهم العجينه مباشره لكن نقدر نعطي لهم هكذا فكره خفيفه على هذا العجينه تاعها عجينه تحلي هي عاديه جدا اللي فيها السميد وفيها الملح وفيها الماء يعني سميد وماء وملح يعني تجمع عجينه وشنو برك هي واش تكون هي فيها الدليك يدلك وحنا نعرفوا كما النساء كيفاش يدلكوا يعني العجينه تاعهم تدلك مليح واللي عنده يعني بيتخان ولا يستعمل البيتخان احسن شيء يعني يتعاون في الدليك وكي نسمعوا العجينه تاعنا تطرطق كما نقولوا حنا هذه معروفه هذه عند النساء يعني يوم وان لاستيس تاعهم هذه كيبدا العجينه تطرطق يعرفوا بلي العجينه هي جاهزه مش بدل من اللون تاعها يقول لهم تاعها ابيض وتكون شاده روحها العجينه تاعهم بعد يكسلوها شغل رانا نخدموا مثلا نخدموا بون كيما نخدموا الديول ديول غير طريقه غير هذه وشنو تكون العجينه تكون رقيقه عجينه كشغل ديول اللي يتباعوا الاندستريال هذوك تجي هكذاك العجينه لازم كي نكسلوها تكون هكذاك ونخلوها تنشف كي تنشف ومن بعد ماشي تنشف حتى تولي تتكسر تيبس وتكسر يعني تكون شويه طريه نقلبوها ونقطعوها تخرجنا على هذا الشكل يعني سهله الطريقه واللي حب تسهل على روحها واللي حب تسهل على روحها جاهزه كاين نساء املك يعني دايرينها يعني مصدر يعني كما قلنا رزق راهم يستعملوا يبيعوا في المحلات يقدروا يتحصلوا على هذه التريده ويجيبوها ويطيبوها في الدار وشنو طريقه التحضير تاعها سهله المكونات اللي كاين احنا عندنا بون تريده عندنا الدجاج عندنا هنا فلفل حار عندنا حميصه عندنا بصل عندنا طماطم يعني مصبره عندنا ثوم عندنا وريقه ترند عندنا قرفه وعندنا هنا مكعب دجاج وعندنا هنا فلفل عكري وعندنا زيت يعني الطريقه كيفاش تكون وهذه هذه درسه يعني هنا حاره اللي يحب يزيد الحار اللي يحب شي هي تجي شويه حاره شوية هي هي باش طريقه كيفاش عطينا البنه هذه مثلا قبل ما نديروا الدجاج واش نديروا نحكموا هذا الفلفل تاعنا كي نديروا في القدره نديروا الزيت نقليه هذا الفلفل نقليه هو الاول يتلق البنه يتقلى في الزيت هذيك وبعد الزيت هذيك نجبدوا الفلفل تاعنا نحيوه ونحكموا نبداو تما نبداو نرميو البصل ونرميو كاع لي زانغريدون اللي عندنا مثلا كيما الدجاج نزيدوا نديروا طماطم نديروا لي زيبيس اللي عندنا ونمرقوا هكذا معليش نواصلوا في الوصفه شيف حسين لكن من بعد ما ندوا هذا الاتصال ونقولوا الو صباح الخير الو صباح الخير صباح النور اهلا صباح النور صباح الخير انا نسمع فيك سيداتي اهلا بك ايمان معايا معك ايمان ولطفي وشاف حسين صباح النور ايمان انا السيده كريمه ام وحيد زهراء سيده كريمه سيدة كريمة من وهران ام من وهران اهلا بك بناس وهران محظوظين بهم اليوم الكرمة بالذات ولاية وهران بلدية الكرمة مرحبا بك وبكامل الناس الكرمة وناسنا في وهران أهلا وحيد زهرة ومحمد الطاهر الله يبارك ما شاء الله يا وشحال راني نعيط لكم وفية لصباح الشروق ما شاء الله عليك أهلا وسهلا بك محظوظين بك قولي لنا بركة مراقدين في الدار أكيد تحضري بلا عقل لا الزوج تاعي من في الليل وراح داقي أوكي مالا بالك بالك ينوض ما حنا ما خايفين دوك نهضروا بالعقل خايفين وينوض واش راه واش راك انت يا لا الحمد لله انتم معايا الحمد لله كي راهم ناسنا في وهران لا بس والله الحمد لله حنا والامطار والبروده امطار خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب وعلى على هذه راني جابده غير للبيت تاعك باش ما يسمعش نحضر لا انا الزوج تاعي يعمل في الليل ربي يقدر ان شاء الله ربي يقدر ان شاء الله يا رب الله يحفظك الله يحفظكم اذا موالفه تتبعي برنامجنا متابعه وفيه 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 جدا الو شيف صباحيات ربي يخليك ما حالفنيش محظ الحمد لله اليوم رانا محظوظين احنا بسمع صوتك الله يخليك الله يبارك فيكم اذا دوك تكمل معك ايمان ودرتوا مع بعض حول الموضوع الرئيس الموضوع الرئيس وقبل ذلك ربما نسقسيوها شويه على التريده ولا تعرفوها ولا ديروها في وهران احنا في وهران نسمعوا بالتريده نعرفوها ولكن نديروا احنا كيما نقولوا احنا نسموه الرقاق. بنفس يعني الطريقه تعيطوا لها الرقاق. بنفس الوصفات ونعيطوا لها الرقاق.
اوكي مالكش نهار نديرو الرقاق. هي الشخشوخه. هي معروفه الغرب الجزائري بالرقاق. نعم هي في الغرب من المنطقه تختلف الاطباق التقليديه تاعها معروفه هذه وما يقولها الرقاق. نعم الرقاق هو الشخشوخه. نعم هي ماشي هذه الرقاق هو جور هذاك الشخشوخه يعني لاباط معارك تقريبا ثاني تقريبا لاباط مام 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 لاباط يعني باكو شنو الاخرى تتكسل تكسل طيب كي شغل احنا نقولوا لاباط تاع المحاجب تجي جور تاع المحاجب. نعم كي مسمن هذاك يعيطوا له الرقاق معروفه في الغرب الجزائري. اوكي لكن ماشي باتريده هذه. لا لا التريده هذه لا لا التريده هذه تجي ناشفه وهذه اكثر حاجه اللي تنجحها اللي هي المايزينا يعني بالمايزينا اللي تجي يبسها شويه تيبسها او ميم طون تقول تمشيها ما تتقطعش وتجي يعني تعطينا اكيد تسمعي في زاكشو سيده كريمه. اني نسمع ودوكا راهي الحاجه المليحه متوفره يعني في كامل المحلات يعني ما مليح بوسي وهاي يقدروا يديروها بالمناسبه كي تاع لي انا زوج خالتي من الشرق. الله يبارك. جيبها كي يروح الله يبارك الله نديروها بمرقه بيضاء حمص لفت بالمرقه بيضاء يعني سيتيها مرقه بيضاء واللفت نموت عليها جينيرال حنايا هذه نديروها في المناسبات. كما في الشرق على ما اظن ايضا يديروها في المناسبات. نعم تندير في المناسبات. نعم مولود في باغ اكزومبل نفاس طبعا المناسبات الدينيه وتقريبا كامل المناسبات والافراح. قول لنا سيده كريمه احنا مولودنا الثقافي يعني ثري متنوع سواء في المطبخ ولا حتى يعني في اللباس التقليدي. انت وشنو هو اكثر لباس تحبيه اللي قريب ليك؟ انا اكثر لباس قريب ليا لي كافون. القفطان. القفطان الجزائري الله الله عليه. وحنا عندنا في وهران اللباس التقليدي هو البلوزه مثلا. العروسه بلوزه كي تخرج دير الشده وتروح عند الزوج تاعها دير الرده الحزام نهار الحزام نديروا لها رده. والصبحيه تاعها عند زوجها لازم 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 واكيد البلوزه لغوز. يعني لازم حتى لو كتجيبوا عروسه ماشي وهرانيه لازم تلبس البلوزه غوز. هذيك ما ندخلوش في تصرفات هضروك. دوك تبدل شويه الوقت ولو ماشي بزاف يعني شايدين للاسف كاين اللي ما مشايدين بزاف التقاليد. كيما هكا انا بيرسونيلمون درت كيما هكا. انا لي زاني 90 ما شاء الله ما كناش بالشده. لاغو بلونش مي الصبحيه لازم تكون بلوزه الغوص. يعني في التسعينات كنتوا العروسه تخرج بلاغو بلونش. لاغو بلونش لا ما كانش عندنا حنايا الشده بلاغو بلونش. يعني مؤخرا ولاو يخرجوا بالشده. مؤخرا ولاو يخرجوا بالشده. احسن شيء. بلاغو بلونش. ما تخرجش كيما نقولوا كيما حنايا دروك تكمل لاسواغي ولا. الخمسه. ستة ماكسيموم السبعة تخرج بلاغو بلونش. خلينا باش نتفاهموا برك ونوضحوا للمشاهدين. الشدة اللي كي تحكي عليها هي نفس الشدة تاعت المسان؟ نفس الشدة تاعت المسان. اوكي. يعني مليح كي عاودوا ولاو التقاليد نفضل انه يخرجوا بلباس تقليدي ولا انك تخرج يعني بغو بلونش. تزادوا التكاليف لا؟ زادوا التكاليف. الشدة شحال دير سيداتي شحال؟ شدة غالية. شدة تلقى منا. تلقى منا سيرتو دروك العرس تاع دروك انا نفضل تاع بكري ومادا بيا مادا بيا اللي يبغي يتزوج يتزوج في الكوفيد. في الكوفيد يعني احسن فترة. احسن فترة وهي طبعا بالالتزام بالقواعد الوقاية. التكاليف وباذن الله يكون عرس فيه البركة. من الناحية الدينية وكاع. مثلا التكاليف نقافات الشدة الردة الصالون واحد على حسابه طاقته. صح كل واحد يدير على قيسه. صح انا طاقته كل واحد انا مكلوفة. ولهنا هو الصح يعني المهم وما كانش شهر العسل كاين حجر منزلي. صح ما كانش شهر العسل وتكاليف واحد اخرى. صح انا شهر العسل فوتته كوزينة في الكوزينة. واش واش طيبتي كامل؟ الحمد لله. كاع الطيابات اللي تعرفيهم جربتيهم؟ انا انا ماشي نشكر في روحي اعوذ بالله من قولك انا نهار اللي تزوجت صراحة 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 ما كنتش نطيب كما ينبغي. تزوجتي صغيرة؟
من لاج دو 26 ans. اه 26 ans بكري يعني. عندي اول ولد دروك راه عنده 22 عام. الله يبارك. ما شاء الله. ما شاء الله. بنتي السنة المقبلة شهادة البكالوريا. ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. السنة الثانية متوسط. الله يبارك. ما شاء الله ربي يخليهم لك. قولي لنا الزوج تاعك، الزوج تاعك من أي ناحية، من أي منطقة؟ وليد متيارت. الله يبارك. متيارت وعائلة بسنوسي وبالحاج. أنا بدوري أيضا نوجه تحية لكامل ناس تيارت، لأنه زوجي من تيارت، يعني تحية كبيرة ليه ولكامل عائلة سليماني. صح محمد متيارت. إيه صح سليماني. إيه أديت سكوب اليوم. أنا ندير في حصريات. تحية كبيرة ناس تيارت، تحية كبيرة لهم. الله يسلمك ربي يحفظك. نورتينا سيدتي بالاتصال، إذا عندك أي حاجة تضيفيها تفضلي. مرحبا. والله العظيم ما عندي اقتراح، الحمد لله راكم في الطوب ما شاء الله. ربي يخليك ان شاء الله استمرار في المشوار المهني تاعكم. امين يا رب. شكرا. صباح مبروك ان شاء الله واهداء بسيط. تفضلي تفضلي. شفاء الوالدية، ربي يشافيهم. الوالدة تاعي والاب تاعي ربي يشفيهم يا رب. مرات ربي يشافيهم ان شاء الله ويعافيهم، ونقول لها امي راهي تسمح فيا على بالي صباح، ربي يشافيك انت والاب تاعي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ويسمح سمح الوالده تاعي والدي والديا وخواتاتي، اختي بالمانيا نصريا، فتيحه بايطاليا ابنها ولحسن وزوج تاع اسماء، اختي بفرنسا واخي بفرنسا وزوجته، اخي بايطاليا واختي مين بفرنسا والده. بالمناسبه اخوتي كاع لي. الله يبارك. يعني نشوفوا كاع يعني غير انت راكي في الجزائر. كاع في الخارج كاع. ربي يخليهم لك ان شاء الله يا رب ويسمعك اخبارهم طيبه ان شاء الله يا ربي. قولي لي والوالدين تاعك ساكنين بعاد عليك؟ لا لا مش بعاد عليا. قراب قراب ليك. مينيون. اه قراب ليك قراب ليك، يعني تزوريهم. ربي يشافيهم. للان ما نجمش نزورهم بالمناسبه، انا عندي مرض كرونيك وهم مرض بزاف للاسف للاسف الطبيب منعني للاسف. وشكون اللي راه قايم بهم في الدار؟ الاخت تاعي سعاد نقدم لها تحيه كبيره كبيره، وقدموا لها تحيه كبيره تحيه كبيره لها. تحيه نوجه لها تحيه كبيره لها. كبيره المجهود تاعها. ربي يخليهم لها ويخليها لهم ثاني. ابنها عصام نتمنى له النجاح. مسلم بالمناسبه يوم عيد ميلادها. كل عام وهي بخير. كل عام وهي بخير. الف مبروك. والبارح عيطت لها امنوي. كل عام وهي بألف خير ان شاء الله. كل عام وهي بألف خير، سنين دائما ان شاء الله يا رب. نتمنى لها الشفاء العاجل معايا. اختي ساره كناصتين وليداتها. ربي يحفظهم لك كامل ان شاء الله يا رب، ويخليكم دائما مجموعين ويشافيهم يا رب يا رب. امين. ادعي لي الوالديه. امين ان شاء الله كامل راهم يشوفوا فينا. ادعيوا لوالديك يا رب ولكامل المرضى يا رب، ربي يشفيهم. شكرا لك وربي يشافيك ايضا ان شاء الله. شكرا لك سيداتي، يعطيك صحة، نورتينا بهذا الاتصال، استمتعنا بزاف معك، شكرا لك. إذا مشاهدينا مازلنا متواصلين، نكملوا شيف حسين الطبق الثاني. نروحوا للطبق الثاني وحنا مازال ما كملناش الأول. أه مازال ما كملناش، أوكي اسمح لي شيف حسين. معليش معليش ماشي مشكل. مانيش نصابوطي. لا لا أنا يعني هذه مليحة يعني، علاش باش نعطي لهم حنايا فكرة يعني، نعرفوا تريدة كاين بزاف يعني بيوت يعرفوا يطيبوا تريدة، ماشي حاجه اللي صعيبه يعني. حاجه متوفره قلنا متواجده ويقدروا يحضروها في اي وقت. احنا برك حبينا نعطوا لهم حاجه فكره ممكن جديده تعجبهم، لانه احنا قلنا من بيت لبيت تختلف، ومن طريقه التحضير طريقه التحضير تختلف. صح. انا ممكن الطريقه تاعي تعجبهم ان شاء الله ويجربوها. هذا واش نعم انا كنت نعطي بدينا قلنا نعطوا لهم الحريق اللي هو الاول في القدره هذيك باش نديروا لي زانغريديون. اوكي. وكي نكونوا هذه التريده بزاف ما تنجحلهمش قلنا يكونوا يعاودوا فيها. كاين يحكم تريده بون كي يفورها يحطها في الجفنه ويفرغ لها المرقه، باش تعاود من المرقه تاعها اللي تطيب فيها. اوكي. تطيب فيها الدجاج. كي يديروا مرات بزياده وتعجن لهم وتلصق مع بعضها. هي نعطي لهم انا فكره ممكن تعجبهم، هي في الكسكاس كي يخرجوا الكسكاس يحطوه في ريسيبيون ولا حاجه تحت اللي بون يقطر. ويحكموا بالغره فيجبدوا المرقه هكذا ويفرغوا من الفوق عليها. ويعاودوها داخل الكسكاس ما يخرجوهاش كاع من الكسكاس. ما ينحوهاش من الكسكاس. نعم يعاودوها غير هكذا في الكسكاس تاعها يعاودوها وهذاك الماء الزايد كاع يقطر. باش ما يقعدش الداخل لانها هي رقيقه كي شتيك مش رقيقه ف يعني هذه يكون الماء تكون فيها زياده تعجن وتلصق مع بعضها. هذا هي ودائما يرميو معاها
طرف هكذا تاع زبده يعني من الاول ديجا ندهنوها بالزيت حنا قبل ما نفوروها ونزيدو نرميولها طرف صغير تاع زبده باش اللي دام هذاك باش يحلها مثل هذا ومام طون المرقه كي نجبدو بالغراف وفي الكسكاس هكذاك نحطوه في قلنا في ريسيبيون حاجه يعني تكون من تحت باش يقطر المرقه هذه والمرقه هذيك نعاودو نرجعوها للقدره يعني ما الطلمه هذه فيما يخص التريده تاعنا. واضح شيف حسين اكيد الخطوه راح يشوفوها اول باول مع مخرجنا. للاسف شيف حسين خلوا الوصفه الثانيه من بعد نستعرضوا شنو هي لانه الوقت اللي داهمنا. انا نعطي لهم غير كيفاش باش نديرها في الفور طيب هذه باش باوس عندنا الوقت ولا لا؟ نعم لازم هذه باش نحطوها ما عندناش الوقت ما نولوا ليك دقيقه يدخل حديث الصباح مع لطفي ومن بعد نعاودوا نولوا مباشره عند شيف حسين حتى نكتشفوا الطبق الثاني. بقاو معنا فاصل ونواصل. رجعنا من جديد مشاهدينا، نعود نرحب بكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العام وبرنامجنا الصباحي صباح الشروق. كما سبق وان ذكرت موضوعنا لنهار اليوم مع حمزه جزار حول مراتب النفس في القران الكريم. صباح الخير. اهلا بك لطفي وبهذا الطاقم المبارك وبالمشاهد الكريم. ماذا نقصد بمراتب النفس؟ طيب الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وبعد. أيها الأحبة الكرام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مراتب النفس وبين يعني أصنافها. يعني احنا نحكي على الترتيب. نعم مراتب النفس أكيد الله عز وجل ذكرها في طيات كلامه وبين هذه الأصناف والمراتب وسبيل درجات. الارتقاء بها أيضا من رتبة السافلين أو مرتبة السافلين إلى مرتبة الربانيين المقربين في أعلى عليين. فالنفس واحدة في ذاتها وثلاث في أوصافها. أولا الأمارة بالسوء واللوامة والنفس المطمئنة التي نبتدئ بها هي الأمارة بالسوء كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والنفس اللوامة هي النفس المذمومة التي تأمر صاحبها على السوء وتحضه على السوء في الحال أو المآل لما فيها من بواعث الشهوة ودواعي المعصية والقوة الغضبية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى سبيل الخلاص من شرور النفس وبين أنها تحتاج إلى مجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فإنه ما لم يجاهد نفسه على أن تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله فإنه لم يستطع أن يجاهد هذا العدو. هو أصعب جهاد. نعم هو أصعب جهاد يقول لأنه يستشكل يقول فكيف له أن يجاهد عدوه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر يعني. له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله. لهذا أخي لطفي بعض الصحابة ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو قال ابدأ بنفسك فاغزها وابدأ بنفسك فجاهدها. والله سبحانه وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من يعني من هان على نفسه وأتبعها يعني الأماني تمنى على الله الأماني. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن. وهذا ميمون بن مهران رحمة الله عليه كان يقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه
أشد محاسبة من الشريك لشريكه، لهذا يقال النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. إذا جدية محاسبة النفس وجهادها أيضا والجهاد مع النفس هو الذي يحدد المراتب، مراتب النفوس. طبعا طبعا أخي لطفي، نعم، النفس هذه التي بين جنبينا هي أمارة بالسوء، لا بد من جهادها، لا بد الإنسان أن لا يطاوعها على كثير من المساوئ، لهذا الإنسان يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. ثم يذكر المرتبة الثانية وهي النفس اللوامة، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة: لا أقسم بالنفس، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واللوامة هي صفة مبالغة من اللوم، وهي النفس التي تلوم صاحبها على ما فات، يعني تؤنبه وتندم على فعل الشر لما فعلته، وتندم أيضا على التقصير في فعل الخير لما لم تستكثر منه، فهي لم تزل لائمة ولو اجتهدت في الطاعات والقربات والعبادات. وهذا اللوم أخي لطفي، من اللوم تتولد الندامة، وهذا الندم أخي لطفي يعني هذا الندم هي حرقة، هذا الندم هي حرقة يعني في النفس، يقهر النفوس والقلب، نعم، وتأنيب، نعم، وتأنيب للضمير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، ويقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والإنسان إذا هذا الشيء جميل، نعم، أن تكون النفس لوامة، نعم نعم تلومك، نعم تلومك، وهي وسط بين الدرجتين أخي لطفي، وسط بين النفس الأمارة وبين النفس المطمئنة، فاللوامة وسط بينهما. لهذا هذه النفس أخي لطفي، إذا إنسان إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ركب في ركب التائبين الذين قال الله فيهم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب وأناب ورجع إلى المولى سبحانه وتعالى، يعني نال مرتبة الطمأنينة وصار صاحب نفس مطمئنة، وهي الدرجة الثالثة التي قال الله فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس الراضية أخي لطفي هي التي رضيت بما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. لهذا الإنسان أخي لطفي، كلما يعني الإنسان كلما تحقق هذا الرضا، تحقق هذا الذوق القلبي لحلاوة الإيمان، يعني وامتزج هذا الأمر بالقلب وسرى على الجوارح. ثم يقول المولى عز وجل: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأن هذه النفس المطمئنة أخي لطفي، الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي سكون القلب مع الأمن والأنس والارتياح. والطمأنينة هذه أخي لطفي يعني تلزم أمورا ثلاثة: أولا السكون والاستقرار، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أي ساكنة، وكما قال المولى جل وعلا: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حالة السفر والقصر فيه وحالة الحرب وصلاة وكيفية صلاة الخوف، قال: أي إذا سكنتم من السير والخوف فأقيموا الصلاة وأدوها بتمامها. أيضا من مستلزمات الطمأنينة أخي لطفي الاستئناس القلبي، الله عز وجل يقول في آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فطمأنهم سبحانه وتعالى بما يحبون ويشتهون ويفرحون. أيضا من مستلزماتها الرضا التام، الله عز وجل وصف به النفس المطمئنة فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه هي النفس الراضية أخي لطفي التي ذكرنا آنفا أنها ترضى بالإسلام، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وبعدها يقول الباري سبحانه وتعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني سبحان الله، يعني هذا المقام، يعني الله عز وجل وصف، يعني شرف أن يقول هذه النفس: ادخلي في عبادي، يعني الله عز وجل أضافها إلى نفسه، يعني يمدح عباده المخصصة
المختصين به الذين حققوا العبودية له سبحانه وتعالى، فيمدحهم ويقربهم إليه ويتولاهم. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن دعاء نبي الله سليمان، قال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني أدخلني في جملتهم واحشرني في زمرتهم وارزقني الجنة معهم. وما قاله الله عز وجل مخبرا عن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وما ورد عن يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني تصور هذه المرحلة، حتى الله سبحانه وتعالى شوف يوم القيامة أخي لطفي يبشر عباده المؤمنين، يعني في مواقف الحشر والحساب والسؤال والمرور على الصراط، فيقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ونختم كلامنا بلفتة نفيسة من ابن القيم رحمة الله عليه، يقول والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة، وفي اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا. يعني نعم في لحظات نعم في الساعة الواحدة يحصل هذا التقلب من النفس. نعم قال والحكم عليها بحسب أحوالها. قال فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها يعني وكونها لوامة تنقسم إلى مدح وذم بحسب ما تلوم عليه. لهذا أخي لطفي النفس هذه لا تزال في جهاد، وكلما استقامت كانت أقرب إلى الرضوان والهدى، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا هو أعظم الجهاد. فاللهم نسأل يعني فالله نسأل يعني أن يزكي هذه النفوس وأن يطهرها من الشرور ومن الآفات ومن المعاصي، فهو بكل كفيل جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لك حمزة جزار وتبقى رحمة الله واسعة تشمل الجميع. مشاهدينا محطتنا الموالية راح نتعرف عليها، لكن بعد ما نتعرف على هذا بعدما نستمتع بهذا الأنشودة من بعد نكمل ما تبقى من فقرات متنوعة وضيوف مميزين. ذكروا فقط بأرقام تليفون يمكن لكم جميعا أن تتواصلوا معنا تتفاعلوا معنا، أيضا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك في خدمة الجميع. فاصل إنشادي ونعود. يلا تفضلوا أحلى جمهور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سلامنا لكل مشاهدينا، تحية خاصة إلى كل الجالية المتواجدة في المهجر اللي تابع برنامجنا الصباحي الخدماتي صباح الشروق. إلى كنتوا دايرين حول مادة فطور الصباح نقول لكم صحة قيودكم، استمتعوا بها وإن شاء الله تقضي وقت ممتع رفقتنا ورفقة ضيوفنا المميزين اللي نورونا بإطلالتهم خلال عدد اليوم من برنامجنا الصباحي صباح الشروق. أهلا وسهلا بالكل. إيمان نرجع لك ونرجع لطفي. أهلا لطفي. إذا عودا محبوب كما المشاهدين اللي هداو يلتحقوا بنا، أهلا وسهلا بالجميع كل الجزائريين في الجزائر في شتى الولايات، نقول لكم أهلا وسهلا بكم. ما ننساوش أنا دائما نتفكر الجالية في الخارج في كل بقاع العالم، تحية كبيرة لكم، بقوا معنا نحاولوا ننسوكم خلال هذه الصبيحة في عدد جديد من صباح الشروق. إذا أنا عدنا ولينا عند الشيف حسين قبل قليل، عطانا الخطوات نظريا على تصوير تريدة، لكن الان انا نشوفوا التطبيق. التطبيق نعم التطبيق هو اللي قلنا ندهنوها بالزيت بعد ما تغلى بيصير المرقه تاعنا كما درنا ليزابيليون، كنا حضرناها قلنا فيها البصل فيها الثوم فيها طماطم يعني مصبره، واللي حبي يدير تاع الحبي يدير عادي مش مشكل. بون قلنا درنا ليزيبيس اللي كانوا قلنا الملح ومكعب دجاج وفلفل عكري وفلفل كحل درنا تشهي المرقه. اها ودرنا عود قرفه ودرنا وريق قرند في المرق هكذا كي يتغلى بيان. قلنا بعد ما قلينا هاوليك الفلفل قليناه نحيناه. هاكي تشوفي ايمن انا نشوف فيه وي هكذا ثم قلي صح فوالا قلي ما باش قلينا نعم معليش نحيوه بس كذا اللي يطلق البنه يطلق بنا مع نعم وعلى الاخر نزينوا به. واللي يحب الفلفل محبين الفلفل ما راحش نديروها حاره بيان سور لازم ولو انه الحار فيه الكثير من الفوائد لكن كاين الناس مش متعودين ياكلوا. نحكموا التريده تاعنا كما قلنا ندهنوها بالزيت كي تغلى تغلى المرقه نحكموا مباشره نديروها في كسكس ونفوروها. قلنا الطفويره كيفاش تكون الطفويره كي نفوروا
من نحطوش في نعاودوش نرجعوا للجفنه ونعاودوا نعاودوا بالمرقه هذه. قلنا داخل الكسكاس مباشره نسقوا بالمرقه ونحركوا مليح حتى يتحل. تحل مليح ونخلوه هكذا مومو يعني خصنا عاود نشوف ونعاودوا التفويره الثانيه والتفويره الثانيه والتفويره الثالثه اللي هي ماشي تفويره الثالثه راح نجمروها. راح يتجمر هذا يعني التريده راح تتجمر. وكاين اللي ما يحبش مثلا ما يحبش يتجمروا يقدر يعطيكم اسيس واحد اخر يقدروا يحكموه يديروه في مول هكذا دون زان مول يحطوا التريده تاعهم ونحكموا المرق هذاك نصفيه بيان بصح نصفيه المرق هذاك يكون صافي من 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 البصل اللي صافي كل شيء ونفرغوا في الريسيبيون هذا في المول هذاك يعني في السنين ولا حنديروها وندخلوها للفرن ندخلوا الفرن حوالي 10 دقائق 15 دقيقه راح ينشف لانه هذاك الفرن راح ينشفوا كاع من الماء هذاك راح يشرب الماء ونقدموه ثاني راح طريقه ثاني اسهل خير من ما كان يخاف يجمروه في القدره ولا مثلا القدره تاعو تلصق ولا حاجه يشد صافي يخليه في الفرن ثاني طريقه مليحه هذه. اوكي هذه بالنسبه للتريده تاعنا كنا راح كنا ثاني سافرنا توجور انا ندورو في الشرقيه يعني في الشرق الجزائري رحنا نديرو احنا نديرو اليوم الفيس القسنطيني. انا هنا يعني شوف كما يقولوا النفود ماشي غير انا لانه رفيس كان طالب لطفي عيشوني تشوفوا بلي ماشي غير انا اللي عندي النفود وما لطفي وصح خلفيه يعني رفيس نزولا لطالب السيدة اللي كانت تصمت بنا منذ ثلاث ايام ولا اربع ايام. نعم كانت تعرفني تعرفني ما عندوش شاهد كذاب كاين الزملاء من بعد يدخلوا يسقسيوها. لا صح انا حبيت رفيس يعني كنا كانت جماعتنا دردشه كما قالت ايمان بعد ما نكملوا البرنامج يكون فيه دردشه في مختلف المحطات والفقرات من ضمنها محطه الشيف حسين سفير المطبخ الجزائري وباش يثبت ايضا معاليه او سعادته سفير مكانته وتمكنه وتحكمه ايضا في كل اطباق الجزائريه. قلنا له رفيس يعني هو من الاطباق الصعيبه ايضا في تحضيرها بما خاصه بمنطقه قسنطينه. نعم لانه رفيس تختلف من الاسامي يعني احنا نقولوا رفيس نقولوا رفيس مثلا رفيس انا كان عندي قلت بالك رفيس هذاك اللي يجي مدور اللي نعرفوه يجيب التمر لكن انت قلت لي ماشي هو علاش قلنا رفيس؟ كاين رفيس مثلا كنروحوا للجنوب نسمع مره سمعت واحد يقول لي بوصلوع هذا بوصلوع انا كنت نشوف بوصلوع طبق ولا حاجه كي شفته لقيته بلي رفيس رفيس يعطونه بوصلوع احنا كما نقولوا احنا رفيس هذاك اللي يجيب التمر معروف رفيس اللي يجي مدور وما يجي كرابة هكذا سيبوا هذاك اللي كان هما يدوروه ولا كيفاش يدوروه؟ يجي مدور يجي مدور يعطونه بوصلوع ما لقيت باللي وما كاين رفيس تاع الكسره كاين رفيس هذا رفيس لا هذا رفيس اللي كنا حضرناه يعني انا كنت كان زانكيدو ناقصين كانوا هنايا هذا رفيس باش يتحضر في قصرين يتحضر بالسميد السميد يكون متوسط ولا يكون خشين هذا يكون مثلا نديروا 4 كيلات تاع سميد نديروا كيله تاع ماء وكيله تاع سمن مخلط بالزيت اوكي ولا بالسمن وحده هذه معروفه يعني هذه وقرصه تاع ملح نخلطوا العجينه تاعو شنو كي نخلطوها ما نعجنوش عجينه هي كي نديروا الماء راح يتعجن اوتوماتيكمون مي حنا نخدموا غير بصبعتينا نوسوا هكذا شغل غير بصبعتينا نفتلوا جور نفتلوا في العجينه هذيك واش نديروا هنا نحكموا سنيوه نديروا في سنيوه ونطيبوه في الفرن نطيبوه حتى يتحمر مليح يولي اللون تاعو بني يولي اللون تاعو بني نفهم المشاهدين باسكو لطفي يشوف معاك اللون تاعو يولي بني كي يولي اللون تاعو بني نحيوه كي نعاودو واش نديرو له نعاودو نكسروه لما قبل زمان كانوا يدقوه بالمهراز ولا يحكموه هكا المهم يرحيوه باليد ويجوزوه في السيارة هذاك الخشين هذاك باش يخرج حبيبات يجي حبات تاعو خشان يعني شغل طعم الخشين يجي هكاك ودوكا مع دوكا عندنا كاين لي روبو كل واحد باش ياخذ بالاله نحيوه كي نحيوه ثاني جور نسيو كيفاش نجوزوه في السياره هذاك باش يعطينا حبات يكونوا كاع متساويين يجيك شغل الجوز هذا ملحي هنايا ولا سينو ولا كان ملحي مليح ما يجوزوش في السياره عادي نحكموه نحطوه ونكملوا له المكونات اللي يرافقوه اللي هي عنده فيه كاس حليب نص كاس تاع سكر وهنايا نص كاس تاع مزهر وعندنا هنايا عسل وهذه مارغارين ولا زبده ولا اي حاجه يعني يكون دهون يعني هي احسن شيء يكون السمن يخلط نعم يديروا نفس الكميه مثلا نديروا 100 غرام 100 مليلتر تاع عسل مثلا نديروا 200 غرام يكون نفس الكميه نعم نديروا زعما نقولوا احنا نديروا كاس تاع السمن نديروا كاس تاع عسل ندوبوهم مسخونين وكي نحكموا هذاك اللي كسرناه واش راح نديروا له نفوروه
الاوكازيون اليوم راح نخدم انا بالكسكاس، قلت انا ندير اوكازيون ندير حاجه تاع تفوار. اوكي. يعني نفوروا هذاك ويمد لنا واحد الدفء في الدار، يعني واحد كان يحضر هذا تاع وقته. تاع وقته نعم. حنفوروا هذا يعني الكسره اللي طيبناها في الفرن، يعني هي جور كسره يعني. نرحوها بيان قلنا، كي نرحوها نفوروها، كي نفوروها نزيدوا لها هنايا حوالي 100 و150 غرام تاع جوز ملحي. نديرها من فوق تتفور معاها. كي نقلبوها نحلوها، باش نحلوها؟ نحلوها قلنا بهذا الكاس تاع الحليب، ونزيدوا لها كاس تاع السكر، ونزيدوا لها الكاس نص كاس تاع ماء زهر ولا ماء ورد، يعني اكثر شيء ناس قسنطينه ونحيوهم بالمناسبه يديروا ماء الورد معروف، وما يقطروا الورد يعني يديروها. ونقدروا نديروا بالماء زهر عادي مش مشكله، انا مانيش متوفر عندي ماء الورد، درت مع زهر ويجي بنين يعني، يجي عنده ذوق ثاني وريحه هايله شابه. نعم. نخلطوا مع بعض، شنو نعاودوا في الطعام، نعاودوا مليح، ونزيدوا له بعد نزيدوا له العسل، هذا العسل والسمن اللي كنا ذوبناهم. ايه، ونزينوه بالجوز ونقدموه، وديروا له سكر كلاص هكذا. اصلوا بالجوز؟ اصلوا بالجوز نعم. نعاودوا نولوا النقاش الجوز واللوز والكاوكاو، وحنا نقولوا كل واحد ومقدوره، وكل واحد الحاجه اللي يقدر عليها طبعا. شكرا لك شيف حسين. الله يسلمك. ما نسيت والو. ما تعبش علينا، ماشي تخرج دوك وتقولنا خليتوني. المفروض نسيت والو. وشنو المشاهد كنت حاب نوري له يعني لي زانغريديون، وراني ان شاء الله شرحتهم له يكون فاهمهم. قلنا اربعه، عندنا 4 كيلات تاع السميد اللي راح نديروا بهم الكسره هذيك، 4 كيلات تاع السميد، والكيله اللي نكيلوا بها السميد نكيلوا بها نفس الكميه نكيلوا بها الماء، ونفسها اللي نكيلوا بها السمن، يعني الكيله اللي نكيلوا بها باش يكون واضح يعني الوصفه تكون واضحه. أوكي. لانه ما نمشي تكتبوا الوصفات من وصلوهم يعني. فتحتوا لنا شهيتنا. شكرا لك شيف حسين، ونولي لك فتحتوا لنا شهيه. نقولوا برك المشاهدين اللي يشاهدوا في حلقه اليوم، شهيناكم بالجنه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كل محبي النغم او الطرب الاصيل، كل محبي الانشوده والنغم الانشادي على اصوله، راح نفتحوا شهيتكم باش تعرفوا على ضيفنا اللي راح ينورنا باطلالته خلال برنامج صباح الشروق من خلال هذا العمل الإنشادي المصور. من بعد راجعين كي نتحدث أكثر ونعمل إضاءة حول فن الإنشاد في الجزائر. أحمد الشريف حاضر معنا اليوم، ضيفنا اللي نورنا بإطلالته. مرحبا بك، نورتنا، أهلا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم، تحية عطرة لكل الجمهور الجزائري أينما كان. ألف مبروك على هذا العمل، هو أول فيديو كليب لك مصور. صح؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، هو أول يعني عمل مصور كفيديو كليب، كان كنا صورناه في مدينة إسطنبول مع شركة AE فيلم الأردنية، مع المخرج أيضا عبد الرحمن عيسى من الأردن. أما بخصوص الأوديو فهو من تنفيذ وعمليات استوديونا ريكورد، يعني هو مشهور في إسطنبول في تركيا، وإشراف فني للأستاذ القدير منشدنا الكبير الجزائري عبد الرحمن بوحبيله. اوف، الحمد لله كاين جزائري اخر في الفريق معنا. طبعا لازم. يعني اللي يشوف اول ما يشوفوا الفيديو كليب والعمل، لولا اللباس التقليدي اللي كنت لابسه الكل يتخيل انه عمل عربي بعيد كل البعد عن الطابع الجزائري. الانشاد الجزائري، الانشاد بصفه عامه صار طابع يستهوي العديد والكثير من شبابنا اللي عندهم اصوات طربيه، صح؟ صحيح. لكن كثير من الشباب يوظفوا الطبوع الجزائريه من خلال ادائهم للاناشيد. حدثنا عن هذا اللحن، وش هو اللي يميزه، وكيفاش نقدروا نلحظوا ولا نلمسوا الهوية والانتماء الجزائري من خلال هذا العمل؟ لا، بغض النظر عن لباس تقليدي. طبعا طبعا، هو من ناحية اللحن صراحة هو يعني اعتمدنا على ألحان يعني مشرقية بحتة كأول عمل، لكي نخرج يعني لنطاق واسع، لكي يكون عندنا اتساع يعني في يعني انطلاقتك على الجامد كما يقولوا. حبينا نكون يعني هكذا، حبينا نكون هكذا، وبعدين ان شاء الله راح تكون عندنا اعمال يعني بطبوع جزائريه بحته ان شاء الله، مع بعض الاضافات اللي نعطيها ميزه اكثر يعني. اول مره ربما كثير من المشاهدين يتعرفوا عليك من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق، وان شاء الله تكون انطلاقه موفقه في عالم الانشاد والفن الجزائري بصفه عامه. واكيد انك راك مسطر ورقه عمل راح تسير عليها، اذا كان اخترت طابع من طبوع ربما اللي راح يكون بصمه خاصه بك انت كمنشد. صحيح، يعني هو يعني المعمول به ويعني والمعترف به انه الانشاد هو فن رسالي، لهذا احنا خدينا هذا الطريق
ان شاء الله وباغيين نكملوا فيه باذن الله. وباذن الله يعني مستقبل راح يكون عندنا يعني في القريب العاجل راح يكون عندنا البوم يعني راح يليق بالمستمع الجزائري ان شاء الله. الانشوده اللي سمعناها مع بعض وشفناها مصوره سبقتها اعمال اخرى ولا تعتبر العمل الوحيد؟ يعني تقريبا ما نقدروش نقولوا عمل وحيد، لكن كاين يعني اعمال يعني كوفر يعني اعادات لبعض الاناشيد بالاضافه الى بعض الاعمال يعني اللي فيها اجتهاد شخصي. ضمن فرقه انشاديه ولا كنت تنشط وحدك؟ شوف هو صراحه انا يعني يعني حبيت نتخذ طريق اخر في الانشاد يعني واسلوب اخر وهو جديد. اعاده لكوفر جديد، هو جديد يعني انا اللي حبيت نكون جديد. لماذا؟ لاني حبيت يعني نجهز عمل يكون في المستوى وننطلق به. يعني الحمد لله يعني على الساحه ممكن يعرفوني كثير من المنشدين يعني، لذلك خطرنا باش تكون الانطلاقة قوية يعني. ونعرفوا كذلك أنه الإنشاد في الجزائر صعب باش نمشيه بشكل كبير، لكن الحمد لله حبينا نحطوا رجلينا يعني بشكل قوي وبربي إن شاء الله نكملوا بإذن الله تكون عندنا أعمال كبيرة إن شاء الله وتفرح كل الجزائريين. اختيارك لفن الإنشاد هو اختيار عن قناعة شخصية سببها ربما اعتقادات خاصة، سببها أيضا محيط تربوي وإقليم تربوي خاص اجتماعي خاص؟ صراحة يعني والله لا، الفن والاعتقاد ما نحبش نربطهم مع بعضهم. أنا نقول هو يعني حاجة أحبها بكل بساطة، لانه اكثر من الفنانين اللي اديوا طابع الانشاد يعني يختلف. هناك صنفين، هناك فنانين اللي عندهم اصوات ويؤديوا طابع الانشادي بسبب ظروف اللي خلتهم يلتحقوا بفرق انشاديه. من بعدها مباشره بعد سنوات نلقاوهم غيروا طابع كليا وتوجهوا الى طبوع اخرى. صح؟ صحيح صحيح. في حين كاين اللي عندهم مبدا حياه، مبدا تفكير اللي يخليهم يتقيدوا فقط بطابع الانشاد وما يقدروش ينقلوا الى طبوع اخرى. ان شاء الله يعني لا نحيد باذن الله، ولا لا احنا واخدين الانشاد كفن رسالي كما قلت سابقا، وان شاء الله نكملوا فيه ونضع فيه البصمه اللي باش نوصلوا بها خصوصا للجمهور الجزائري بشكل كبير يعني. لانه احنا نشوفوا رانا في صراع شويه مع الفنانين في طبوع اخرى، لازم احنا كذلك يكون عندنا انتاج في المستوى باش نوصلوا ونرتقيوا للفنانين يعني اللي في المجالات الاخرى يعني ونوصلوا للمستمع الجزائري، يعني الجهد لازم احنا كمنشدين لناخذوه. انت ابن منطقة سكيكدا؟ انا من مدينة عزابة بالضبط. مدينة عزابة ولاية سكيكدا. تحية كبيرة لناسنا واحبابنا واهلنا من مدينة عزابة ولاية سكيكدا، تحية الى كل مشاهدينا اينما وجدوا. لكن معروف انه فن الانشاد ربما في الجزائر هناك مناطق معينة محددة وفق المشاركات ربما اللي شارك من خلالها شبابها في مسابقات دولية، خلونا نميزوا بعض المناطق اللي ينشط فيها الانشاد. عندنا المدية مثلا، مدينة التيطري اللي حصدت ألقاب كثيرة متتالية من منطقة المدية، منطقة المسيلة أيضا، منطقة واتسوف. أيوة. صح؟ صحيح. هذه المناطق اللي ربما متمركز فيها الإنسان. ممكن للطبيعة والشكل يعني الجغرافي العام اللي تميز به هذه المناطق. ذكرتني أيضا المشرفة بمنطقة أضرار الجنوب أكيد الجميل. أكيد هي مناطق يعني يقدموا أصوات رائعة جدا، هذه كلها مناطق الإنشاد متميز. صحيح، هي مناطق يعني معروفة بالمحافظة تاعها ككل الشعب الجزائري طبعا. قلت لك يعني احنا انا عندي واحد التسميه، احنا عندنا في الجزائر وحوش صوتيه في الانشاد، وحوش صراحه يعني ولا تضاهيها تماما يعني الاصوات الاخرى في الفنون الاخرى، لكن احنا للاسف يعني ما ماخدينش صراحه حقنا، ممكن هو تقصير منا شويه، لكن كاين من المنشدين ولا الهيئات التي تعنى بعالم الفن والثقافه بالجزائر. لا. لو نعد عدد المهرجانات التي تهتم بالانشاد تعد على الاصابع. صحيح. هذه من ناحيه، وحنا حابين تكون انشاد استاذي الفاضل، ما حابينوش يكون مناسباتي. حابينوش يكون مناسباتي، حابينو يكون
ك يعني ك كطابع فني متجذر فينا ويمارسوه الفنانين على طول السنه. ولازم تكون سلسله يعني واحده بواحده وتمشي الامور. يعني احنا كفنانين لازم نخرجوا بمستوى يعني فني وبمستوى يعني ان شيء تكون في مستوى تطلعات المجتمع الجزائري. كذلك كاعلام وكمسؤولين لازم يكون هنا ربما مسؤوليه المنشدين، لكن شبابنا نحييه المنشدين الجزائريين اللي قدروا يوظفوا طابع الانشاد من خلال توظيفهم ربما ومزجوا مع الطبوع الجزائريه المختلفه، اعطوا له البصمه الجزائريه. ايضا نحيي المنشدين اللي اعطاوا العصرنه في الانشاد. الانشاد منذ يضرب في عمق التاريخ يعني الابتهالات وغيره، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام في كل المناسبات في كل المواسم، لكن ما كانش اخذ هذه الصفة كطابع فني مستقل. واضح. صح واضح. وهذا التوجه باذن الله اللي حابين نخوضوا فيه ونمشيوا فيه باذن الله من خلال الالبوم القادم باذن الله، وراح يكون باذن الله ممكن ان شاء الله حصري في هذه الحصه ان شاء الله. راح يكون يعني البوم من 7 اغاني ان شاء الله او 8 اناشيد عفوا، وان شاء الله يكون يعني حاجه في مستوى السامع، كما نركز على النقطه هذه، في مستوى السامع في مستوى السامع الجزائري ان شاء الله يا رب. طيب خلينا نرجع للكليب، كيفاش جرى اللقاء مع المنتجين الاتراك؟ وكيفاش جات فكره هذا الانشوده؟ شوف باش نفصلوا في هذا العمل ونعطي كل واحد حقه، يعني هذا العمل الانتاج يعني من ناحيه الاوديو هو من انتاج شركه ستوديونا ريكورد مع الاستاذ عمرو عقاد، هو يعني موزع و في هذه الشركه يعني في شركه السودان، والحمد لله. وايش كان شعورك؟ اكيد هو فخر لينا. يعني فخر لينا وفخر للجزائر وفخر يعني للشيء اللي قاعدين نقوموا به احنا وللرساله اللي قاعدين نحاولوا نقدموها لل انت في نظرك تشوف انه المسابقات تثمن حقا مستوى أداء الفنان؟ يعني ليس بالشكل وليس بالمعنى يعني الكبير للكلمة، لكن تعتبر يعني كإضاءة وك يعني شيء باش نعرفوا هذاك المنشد فقط، أما ما نقدروش نقيسوا يعني مستوى المنشد بالمشاركات هذيك. لأنه كثير من الفنانين ربما نجحوا في مسابقات وحصدوا مراتب الأولى ما كانش استمرارية، في حين كاين كثار فنانين شاركوا في مسابقات وتم إقصائهم، لكن قدروا من خلال اجتهادهم أنهم يصنعوا مكانة وسط الفن. صحيح صحيح صحيح. يعني كنا ناخذوا بعين الاعتبار الفيديو كليب هذا، يا حسره واش صرا فينا باش تعبت عليها كثير كثير. انت باش تقدر تدير باش تسافر باك لاسطنبول مبلغ كبير، يعني شحال مبلغ شحال كلفك تقريبا؟ لا والله صراحه بالتقريب. لا خلينا ماشي بالعمله، اعطينا بالعمله الصعبه باش نصعبوا لهم شويه. الله يعطيك العافيه. يعني والله يعني لانه يفوت 50 مليون، يفوت 45 هكذاك ولا اكثر؟ 55. لا والله لانه كان في اتفاق مع المخرج ولا مع اللي قمنا بالعمل، ما نقولوش على السعر لانه سعر خاص ليا صراحه، لانه سعر خاص ليا لانهم يحبوني. الحمد لله ربي يعزز المحبه. الله يبارك يا رب، ربي يعزز المحبه. لكن باش دير عمل كيما هذا وما لقيتش مشكل في التراخيص؟ لانه تركيا شويه باش تصور في اماكن وغيره. لا بالعكس، يعني لازم لك رخصه. لازم لك لا هما يعني خداو كل على عشقهم كل شيء. يعني انا رحت صورت وجيت روحت. يعني رحت صورت كما قلت لك، يعني انا من هذا المنبر باش ما نخليش الفرصه، فقط نشكر الاستاذ مصطفى العقاد ومؤسسه العقاد للاستثمارات اللي كانت سندتني كثيرا كثيرا كثيرا، ومؤسسه ديزاين ستوديو كذلك اللي كان عندها الفضل باش العمل يرى النور، بالاضافه الى كما قلنا جمعيه الحفلات لبلديه سكيكده جمعيه الحفلات والحفلات. هي جمعيه تهتم بالحفلات والانشطه الفنيه كامله على مستوى بلديه سكيكده اللي رئيسها العيسوب. إذا كانت عندك مشاركات، قابلت الجمهور فوق خشبة مسرح وأديت
أنا كثيرا 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 يعني في عدة مناسبات على المستوى الوطني وحتى في تركيا كانت عندنا إطلالة مع الجالية العربية من خلال بعض الأناشيد كذا والحمد لله يعني كنت أنت الجزائري الوحيد؟ كنت أنا الجزائري الوحيد يعني وحبوا إطلالتك حبوا الحمد لله يعني كانت في المفروض كانت في عندنا مشاركة أخرى في اسطنبول لكن للاسف مع الكورونا وال واش اديت الريبرتوار اللي اديته واش كان يعني يعني مختلف يعني الاناشيد المعروفه على المستوى على الساحه يعني وبالاضافه الى بعض الاناشيد الجزائريه كذا لو كان نطلب منك تسمعنا شيء من اناشيد جزائريه حافظ حافظ كلمات شويه يلا على بركه الله نحاولوا يلا ولد الهدى فالكائنات ضياء يا الله ولد الهدى صلوا يا سامعين صلوا وسلموا علي الله 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 الله, الله برافو ما شاء الله عليك مساحة صوتك ما شاء الله عليها اديتنا شويه للمالوف ايوه صح يعني طابع يعني قريب للجهه اللي رانا الشرق الجزائري الشرق الجزائري معروف بالطابع اللي فيه بامكان اي فنان انه يستثمر من الموروث الثقافي بصراحه هذا ارتجال فقط يعني ما شاء الله ما شاء الله مجرد ارتجال فقط ما شاء الله والفريق العمل اللي عملت معاه راح يبقى يرافقك في كل اعمالك ولا تقدر تغير لا لا ان شاء الله راح نغيروا المنحة في الاعمال القادمه باش نعطيه تنوع في المنتوج ان شاء الله باش تكون هناك اشياء اكثر قلت لي البوم راه جاهز حضرت له رانا نحضروا فيه يعني مع بشراكه مع بعض الملحنين من غزه ومن الجزائر ومن كذلك باش نعطيه كيما نبقاو دائما في الصيغه العربيه اوكي الصيغه الاسلاميه ان شاء الله راهو نحضروا من ناحيه الكلمات طبعا ومن ناحيه اللحن ومن ناحيه التوزيع احنا نختاروا ان شاء الله في موزعين يعني ما شاء الله شحال من انشوده راهي واجده تقريبا 8 اناشيد مش واجده لكن احنا في 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 طور الدراسه يعني باش نختاروا المواضيع اللي تكون اللي تقدر توصل للمستمع وش نوع المواضيع يعني فيما سبق كان الانشاد يخص فقط مدح الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة عنده جانب روحاني اكثر شيء لكن الان صرنا نلقاو منشدين يؤديوا طابع الانشاد لكن يعالجوا مواضيع اجتماعيه اللي نعيشوها صحيح 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 بالنسبه لك انت المواضيع اللي راح تكون ضمن مدرجه ضمن العمل لا كما قلت لن نخرج على هذا التوجه ان شاء الله راح تكون في مواضيع اجتماعيه مواضيع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مواضيع في نصره القضيه الفلسطينيه ان شاء الله لكي يكون هناك تنوع ان شاء الله شكون هم اصدقائك في عالم فن الانشاد في الجزائر في الجزائر ولا حتى خارج الجزائر اللي تستشيرهم ربما تدي رايهم ربما هم الاوائل اللي يكونوا اللي يسمعوا اعمالك كاين كثير نعطيك بالاسماء يعني كاين كثير يعني الاستاذ عبد الرحمن بوحبيله صديقي يعني نوجه له تحيه الله يبارك فيك ونوجه له تحيه كما قلت والاستاذ عثمان بن ساعد من ولايه بشار يعني معروف منشد عنده اعمال اكيد اجمل واحلى سلام ليه وكم ناسنا من بشار والاخ علي صحراوي من المسيله من عين الحجل ياسين حموش لك باش من ما حفظ كل الالقاب باقي الالقاب واش هي النصائح اللي مدوها لك لانه الاسماء اللي ذكرتها ما شاء الله عليها بزاف منها اللي سبقوك هم يعني الاسماء هما هذو الاسماء كلها يعني كانت عندها تشويشات في المسابقات اللي تهتم بالانشاد واش هي النصائح اللي مدوها لك كمل تحبش بالدرجه تاعنا ما تحبسش كمل لانه الوضع صعب شويه استاذ خصوصا نحن كمنشدين
الوضع عندنا صعب جدا 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 جدا، مش تقدر تفرض نفسك في وسط كيما هذا، لازم 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 تصبر ولازم تجاهد نفسك باش تقدر تمد حاجه مليحه. صح. أيوه. اللهجه الجزائريه قليل اللي وظفها في الانشاد من الجيل الحالي، مع انه كاين بعض الفرق الانشاديه من الجنوب الجزائري من مسيله اللي وظفوا اللهجه الجزائريه، وكان الفنان المرحوم عبد الرحمن عزيز كان من الفنانين اللي اديوا الانشوده الاسلاميه والاناشيد الوطنيه وغيره باللهجه الجزائريه العاميه الجزائريه. لا هو يعني ماهيش طفره او شيء من هذا القبيل، لكن العاميه ولا اللهجه الجزائريه متوظف بشكل واسع في الاناشيد. صحيح انه ما كانش الاناشيد المصوره، لانه قلت لك الاشكال هو مادي بحت، يعني باش نقدر انه نتواصل مع شخص من المشرق او كذا باش يدير لي توزيع، يعني يكون في المستوى لازمنا شويه مبالغ ماليه كبيره. لكن اما بخصوص التوظيف، يعني توظيف يعني راه موجود بشكل كبير. اللهجه الجزائريه. اللهجه الجزائريه. وكاين كتاب كلمات. اكيد، واحنا كنت نشوف يعني فقط المشاركات تاع الجزائريين في المسابقات الدوليه. صح، كانت بالطابع الجزائري. صح. مطلوب جدا الطابع الجزائري لانه فريد من نوعه. صح. صراحه. صح. فريد. صح. من نوعه في كل طبوعه. في كل طبوع فريد من نوعه، يعني من الجنوب للشمال للشرق للغرب، وكل شخص يبحث انه يكون منفرد. أيوة. في الطابع اللي يؤديه. صح؟ صحيح صحيح. بالنسبه ليك وش هي البصمه اللي نقدر نميزوك من خلالها في اعمالك عن باقي المنشدين واللي تسعى باش تصلحها؟ والله شوف، انا الاشكال عندي هو يقولوا لي كثير من الاخوه المنشدين لماذا ما متخرجش، انا نقول لهم ما نقدرش نخرج اي شيء للاذن الجزائريه، لازم نخير لها ونعرف واش نخير لها. هذا هو ممكن، هذه هي البصمه المميزه، اني نصبر ونخرج شيء جميل. لكن في العمل الجميل هذا. أيوة. على من تركز اكثر شيء؟ تركز على اللحن ولا تركز على الكلمات ولا سلسلة. طريقه التوزيع سلسله سلسلة. لو نسمع كل... ماهر زين مثلا نقدر نميزوها على كل الاصوات حتى. أيوة. ما نشوفوش. ايوه صح، لانه كما قلت لك سلسله، النجاح لازم له سلسله، ما كاش كلمه بدون توزيع وبدون لحن لازم يكون هناك توزيع جيد، لازم يكون هناك كلمه جيده، ولازم يكون هناك لحن جيد لكي يخرج البروجي، يعني كي يخرج العمل اللي يخرج بشكل جميل. يعني كاين جمهور انشاد في سكيكدا؟ كثير، كبير جدا. عندنا جمهور كبير جدا تاع انشاد، يعني والداعمين الاكبر يعني هم من منطقتي ومن منطقه المناطق المجاوره. يعني راك نجم منطقتك. الشيء الجميل انه في الجزائر ما شاء الله طابع الانشاد حتى في اعراسنا صاروا يوظفوه. صحيح كفل. صحيح. حتى في الاعراس. صحيح، كثير من الاعراس الجزائريه خصوصا، يعني لو بين قوسين لو نقولوا العائلات المحافظه، يعني كثير من الاعراس بالاناشيد الدينيه لا غنى عنها. لكن في ظل جائحه كورونا اكيد الوضع صعب، انه الكل تضرر حتى الفنانين اللي اديوا طابع الانشاد، ولا مازالكم تنشطوا؟ لانه في كثير من المؤسسات وفنانين اللي اختاروا منصات مواقع التواصل الاجتماعي كفضاء يؤديوا فيه، يعبروا من خلاله على فنهم. صحيح. لا هو يعني بهذه المناسبه نحب نشكر مدير قصر الثقافه اللي كان فتح لنا المجال باش نديروا العرض الرسمي للفيديو كليب بحضور سلطات وكذا، وكان يعني حفل ناجح. شكر للاستاذ بودمار يعني اللي كان مدير قصر الثقافه، والسيد مدير الثقافه اللي يعني اللي كانوا مساهمين في انجاح هذه اللافته الجميله. يعني ونشكرك على الزيارة الجميلة. الله يبارك فيك. دروس محمد شريف، حبينا كثير مرورك معنا في برنامجنا، ونتمنى لك كل التوفيق، مستقبل واعد ومشرق ليك في عالم الفن، وان شاء الله تمثل الجزائر احسن تمثيل في محافل عالمية وليس فقط على الصعيد العربي. الله يبارك فيك. وانا والله جيت سعيد بالحضور معكم استاذي الفاضل، وان شاء الله ما تكونش يعني اخر اكيد ما راحش اخر مرة.
ومره جايه نجيكم بشيء اقوى باذن الله. ان شاء الله يا رب، اكيد ما راحش تكون اخر زياره، واكيد انه ليست بالمحطه الاخيره مشاهدينا، ما زال لدينا الكثير والعديد من الفقرات المتنوعه، ضيوف مميزين ايضا راح يطلعوا عليكم من خلال برنامجنا الصباحي صباح الشروق. الحال في محطه اغريكولتور مع محمد موفق، اللي يصبحوا عليه بالخير. صباح الخير محمد. صباح الخير ايمان. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اكيد على بالي عندك تشكيله متنوعه ومختلفه وتاليه كالعاده، لكن قبل ما نكتشفوا جبنا محمد موفق نعاود نولوا للمطبخ عن شيف حسين ولطفي عيشون. نعم نعم، تم ربط الاتصال مع من هنا من مطبخنا مع شيف حسين. اذا ما كنت مافيا نعم نرحب بالناس اللي فرحوا بنا كامل في هذا الربط المباشر من بشوف بلي بلاطو كبير تاعنا في الربط. من المطبخ الرئيسي. واسع بعيد. اذا شيف انا مع تريدة. مع تريدة بون، على باش نوري لهم الطريقه كيفاش كنا قلت لهم بلي كاين ناس بخذنا اللي يعجنوها يعني يعاودوها في القصعه يعني في تاع في الجفنه، جفنه ولا قصعه ولا اي حاجه. هنايا واش درنا؟ شوف كيفاش درنا هنايا، شوف باش تعرف. هنا شمختها بالمرقه. هنا شمختها بالمرقه، شوف هذا كاع زياده. هذا يكون زياده. لا انا بيان سور نرجعوا للمرقه، نوري لهم برك كيفاش نحكم بالغراف وندير من الفوق ونحرك. شوف كيفاش هكذا راهي حبه بحبه، شوف كيفاش مفتوحه يعني ما تعجلناش. هذه حاجه الاولى. وحاجه ثانيه باش ولا يقدروا على بالك باش احنا كيفاش موافين نديروا حنايا. علاش هكا تضحك؟ لا تضحك صافي بليزير. كاين احنا كيفاش نديروا؟ نفتحوا كسكاس رفدناه، نجيبوا غرفيه ولا نرفدوا المرقه نحطوها نعاودوا نرجعوا هذه هنا راهي تصور ونسقيوها ونقلبوا بالعقل. لا لا بصح هكذاك ما نقول لكم علاش. قول لكم علاش. لانه يقولوا كي هذه تبعدها على الفوار والسخانه وديرها في البروده تقرس. واش هي تقرس؟ هذه العجينه تقرس. تقرس تقرس تقرس. احنا نقولوا تقرس، احنا نقولوا تقرس تقرس كي قيسها الهواء. دونك علاش لاستوس ما بعرفش اذا كانت توافقون معي ولا لا. نعم. كي يخليوها هنا تبقى تفور مع الفوار تاعها ويبداو يشمخوا فيها ويقلبوا تبقى شاده نفس درجه الحراره. هذه طريقتك انت. طريقتي انا. هذه هي طريقه صحيحه يعني ان شاء الله اكيد صحيحه بالنقاش. لا حاب اقول لك يعني طريقتك خاطئه. يلا لانه احنا هذه العجينه احنا حبيناها يعني تكون شامخه. ليش؟ راح نجمروها. الحكم يفصل بيناتنا والاتصال الهاتفي. نقولوا الو الو الو. ان شاء الله السيده اللي تتصل بنا تكون متحكمه في المطبخ. الو صباح الخير. صباح النور، وش راكم؟ اهلا وسهلا. وعليكم السلام. الحمد لله يا ربي مشتاق الجزائري. ما عليكش ما عليكش. الحمد لله لاباس. الحمد لله يا ربي. منين تتصلي بنا سيدتي؟ ام انور من تاجنانت. مرحبا بك ام انور، بكامل ناس تاجنانت. الله يسلمك، الله يعيشكم. واش راكم؟ لاباس الحمد لله، ربي يهنيك. قولي لي انتم موالفين ديروا الشخشوخه وديروا التريده صح؟ التريده الشخشوخه. ايه بربوشه احنا نقولوا لها. ايه وانتم تشمخوها بالمرقه نتاعو هذيك؟ ولا غير نشمخوها نورمال، نشمخوها بالماء. بالماء كيكون كي تفوروها شويه برك هي اوكي بالماء شويه ونعاودوها تفور ومن بعد نجمروها بالمرقه كيما الطعام يعني كيما البربوشه كيما الطعام هيك كيف كيف اوكي. والطريقه هذه عجبتك؟ عجبتني هي. انا اصلا كي نديرها ما نديرهاش بزاف شغل كي تلبص لي تعجبني شويه عجبتها الطريقه. قالت كي تتعجن وكاع تقلق منها تتلبز لها. هكذا الطريقه هاي. شوف ما تعجنش انا شوف هكذا ما تعجنش هكذا ماهيش معجنه شوفي. ان شاء الله بك الموشه يعني هاي تبان تبان اكيد. هاني نشوف فيها اكيد تشوفي فيها. هكذا ما تعجلناش كي نحكوا شاهيناكم بالجنه ان شاء الله يا ربي بالمرقه ونديروا احنا من الفوق وتقطبنا هذاك الزايد كاع يقطب تحتها ان شاء الله يا ربي. هذه المرقه نعاودوا نرجعوها القدرة يعني القدرة القدرة. نعم جبت لنا البن ولا ما جبتش البن؟ نعم لازم لازم ضروري ضروري. والبن البن يمشي اليوم يمشي مع الرفيس. ديري الرفيس. قالت لك نديروه الرفيس. بنفس الطريقة سيدتي هاي نديروا هذا تاع الكوشة ونديروا تاع النعمة ذاك اللي نحكوه نديروا في السيار ونحكوه تسكفجوه. نعمة هي السيار 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 في السيار ونديروا ثاني تاع النعمة ونحكوه في السيار ونعاودوا نديروا نفس الطريقه نديروا الزبده والعسل. اوكي انا تفدنا معاك. بحال السترك ثاني يزيدوا يزينوا بحال هي تزيين. هذا يعني يكون اختيار. نعم يعني كل واحد يخير صح باللوز بالجوز هي احسن اكثر شيء بالجوز. ويا خيرك اليوم تعيط لنا في التليفون يعطيك الصحه على اتصالك. شنو توصينا؟
والله غير حبيت نشارك برك في الموضوع تاع التقليدي ولا غير من هاي معك ايمان، نخليك مع ايمان تكملي معاها على اللباس التقليدي ومن بعدها مباشره نتعرفوا على المواضيع اللي جابها لنا محمد موفق. شكرا لك لطفي. اهلا وسهلا سيداتي، صباح الخير. صباح النور. واش راكي؟ والله غير الحمد لله. وعليك السلام. والله غير الحمد لله. وش راهم نستجنان لاباس؟ والله غير لاباس، احنا رانا مع النو مع الامطار بصحتكم. ما احنا هنا الامطار الخير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. احكي لنا شويه على اللباس التقليدي تاع تاجنان، تعرفينا. تاجنان نقول لك تلبس كل طوبوع كامله، تلبس جاوي قبيلي، تلبس صيفي، تلبس كلش. صح. وشنو هو اللي معروفه به المراه تاع تاجنان اللي لازم يكون عندها؟ اللي لازم قندوره. القندوره، اوكي. القندوره كي القسنطينيه هكذا تشبه لها. كاين لازم القندوره، لازم القندوره وكيما نقولوا الشمسه وشنو هي وشنو قلتي لي؟ الشمسه. الشمسه وشنو هي؟ قندوره مخدومه بالعدس. اوكي. تعيطوا لها الشمسه؟ نعيطوا لها حنايا الشمسه هي. الله يبارك ما شاء الله. وباش تخرج العروسه في تاجنان باش تخرج من دار باباها كيما نقولوا؟ تخرج بلا غوب. لا غو بلانش. هاي تخرج بها ومن بعد تصدر بالحوايج اللي هي. اها. من بكري تخرج بلا غو بلانش ولا تبدلت يعني مؤخرا برك؟ بكري انا اصلا من نهار عرفت صلاحي وهم يخرجوا هكذا. بلا غو بلانش، اوكي. وشحال تبدل من خطره تقريبا؟ والله غير تبدل الشيء اللي دات وتلبسوا. اها. تلبسوا بالعراس، ثاني تبدل الصدر كيما تصدر في الدار وتصدر. ثاني عند مالين راجلها، تصدر في دارهم وتصدر عند مالين راجلها كي تروح. ما شاء الله، والله يعني بلادنا الله يبارك عليها كما يقولوا تسخر بكثير من اللباس التقليدي. ايه والله غرك فيها كلش، الله يبارك عليها. والحمد لله انه كاين ارقام للتفاعل والتواصل معنا واللي قدرتي تعرفينا على التقاليد عندكم في تاجنانت. ايه. شكرا لك سيدتي، يعطيك الصحة. تفضلي ولا كش ما توصينا، تفضلي. والله غير راكم موفين وكوفين ما شاء الله عليكم. الله يخليك، شكرا لك. على الاخر برك عندي نحوس الدكتور تاع العظم برك، راني ربع سنين وانا نداوي ما لقيتش هكذا طبيب. ان شاء الله. شوفي نوعدوك انه راح يكون معنا ان شاء الله يا رب. كان المفروض يكون معنا دكتور رياض لكن للاسف تعذر عليه، لكن نحاولوا انه نشوفوا نوصلوا له ربما انشغالك. انا نخليك مع طاوس المشرفه تاعنا. والله العظيم بزاف ربع سنين وانا نداوي وما داروا لي، ما لقيت حتى حد. ربي يشافيك ان شاء الله. شوفي انا نخليك، خلي الانشغال تاعك للمشرفه تاعنا، ما تكوبيش، هي راح تاخذ عليك الانشغال. شكرا لك سيدتي، يعطيك الصحة على الاتصال. إذا مشاهدينا الكرام مازلنا مواصلين معكم فقط أغريكولتشر بعد هذا الجينجل. إذا أهلا وسهلا بك محمد موفق. أهلا إيمان. مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي فقرة أغريكولتشر. اليوم راح نبدأ بواحد الموضوع اللي رانا نشوفوه منتشر بطريقة رهيبة إيمان. نشوفوا كامل الناس حاكمين التليفون تاعهم ويلعبوا لي جو فيديو اللي رانا نشوفوهم متنوعين. حنا أنا واحد من الناس مش مدمن على هاد لي جو فيديو، بالك أنت تاني إيمان؟ أنا تاني، لا ما عنديش. أنا غارغ مو هكايا، بصح كاين ناس اللي تلقاهم 24 ساعة على 24 ساعة، سيختو في الآونة الأخيرة وفي فترة تاع الكونفينمون. كيما إيمان زميلتنا سامي الكاميرامان ثاني قال لك سبب انه وانت دفوا تشوفي حاكم الوسمو تجيك بيزار تقول لك كيفاش راهم برونشي ومكونسونتري وكامل. قال لك انه كثره استخدام الهاتف وتلعبي لي جو فيديو هذوما يزيدوا في هرمون السعاده. دراسه تفصلت يعني سعداء ايمان وسامي، بعد نسقسيوهم. اكيد دراسه تفصلت لنا. قالت لك ايمان ملي حبستو وليت عايشه، يعني دراسه مؤكده. وهذا واش راح تاكدوه لنا زميلتنا ايمان، زميلتنا اسماء زنايدي اكيد، وراح نربطوه ديريكتومون بعد تيك بالفنانين وبالخصوص في فتره الحجر الصحي. يلا نشوفوا الدراسه. من جديد تحية لكم مشاهدينا، لكل من التحق بنا الآن. إذا وصلنا لمحطتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام، محطتنا راح تكون فنية بامتياز، راح نجمعوا بين الفن وأيضا نجمعوا بين شكل من الفنون أيضا اللي هو تصميم الأزياء. ولهذا نرحب بضيفتين. أول ضيفة هي مريانا حسين، هي فنانة صاعدة، نسعد كثيرا باستضافتها في البلاطو. أهلا وسهلا بك مريانا، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. شكرا
لك انت على قبول الدعوه، وايضا نرحبوا بمصممه الازياء اللي نرحبوا بها ايضا اللي نورتنا في هذا البلاطو، السيده ختاوي زينب مصممه ازياء. نقول لك تفضلي سيدتي، مرحبا بك، وهذا خليتك نقول لك تفضلي واقفه حتى يشوفوا ايضا الزي التقليدي سيدتي اللي جيتينا به. اهلا وسهلا بك، تفضلي، مرحبا بك. اذا كما قلنا هذه الفقره راح تكون فنيه وفيها الكثير من الجماليات، وبعد قليل ايضا راح نشوفوا بعض الازياء التقليديه عفوا اكيد اللي راح تعجبكم. لكن بدايه حديثنا راح نبداو مع السيده ختاوي زينب اللي كما قلت مصممه ازياء. عارفين لو كان نقول لك اعطينا لمحه على مشوارك في مجال الازياء. اول شيء نشكركم على الاستضافه. شكرا لك لقبول الدعوه. نقول لكم صباح الخير وصباح كامل الناس اللي يشوفوا فينا. لمحه عن بدايتي هذا التصميم والمشوار في مجال الخياطه، هو مشوار قصير ما عنديش بزاف ملي بديت يعني. حد الان شحال عندك نقول تقريبا؟ عندي من ملي بدا كونفينمون. يعني اول يوم تاع حجر صحي في ولايه البليده. اوكي، من مارس تقريبا نقدر نقول شهر مارس. لكن من قبل كانت عندك اكيد ميولات؟ اكيد كان عندي ميولات، وكان عندي كنت ندير دراسات، لكن حتى جا الحجر الصحي باش بديت في المشروع. يعني انت الحجر الصحي فادك؟ فادني، عكس بعض الناس اللي كورونا اثرت عليهم. فادني الحجر الصحي، هو اللي كانت فرصه انه كنت قاعده في الدار وكان عندي وقت، كانت فرصة باش نبدا المشروع تاعي. اوكي، وبديتي تشكيلة هكذا بديتي تشكيلة؟ بدينا التشكيلة تاعنا الأولى، عندنا شهر تقريبا شهر ونص ملي خرجناها. اوكي. ورانا مع التشكيلات الثانية. أكيد راح نفصلوا في التشكيلة وحتحكي لنا عليها بالتفصيل، لكن من بعد أيضا ما نفصلوا في مشوار ضيفتنا اللي نرحبوا بها ماريانا. ماريانا حسين هو اسمك الفني اللي اخترتيه أكيد. وماريانا إذا اسم جميل أيضا يقدر يتداول، تقدري تروحي به بعيد خاصة إذا حبيتي يكون عندك تجربة عربية أو في المشرق. احكي لنا ماريانا كيفاش بدات قصتك مع الغناء؟ تو سامبلومون كنت ملي كنت صغيره كي نسمع اغنيه نحفظها بالخف وبها التكنيك تاعها، وحتى نابليكيهم نبقى هكا وحدي مع المرايه نريبيتي حتى نتقنها تقريبا. وبشويه بشويه لقيت روحي نحب لي ديفي هذو، نحب نغني، نحب ولات عندي أذن موسيقية. الطرب تحبي الطرب؟ هو الأول اللي نحب نغني. وثاني أذن في الجزائري، ومن بعد زدت رحت للأوكسيدونتال. يعني أي حاجة هكذا تستهويني ولا تعطيريني نحبها. نقدر نقولوا دقتي من كامل الطبوع. لكن بدايتك كانت موفقة جدا لأن أذنك كانت تعودت على الطرب. بديتي أكيد عندك في العائلة اللي يحبوا الطرب. احنا كبرنا نسمعوا الطرب لأنه فن راقي راقي وأصيل، فهو اللي ساعدني اني نبدا الهوايه هذه، لانه هي الهوايه سافري تزيد مع الواحد ولكن تثقل مع الوقت. اكيد. كيفاش قدرتي تثقليها ماريانا؟ تعاملتي؟ ما قريتش، كنت حابه نقرا موسيقى ولكن ما قريتش موسيقى بحكم اني كنت ندرس. وش كان مجال دراستك؟ درت انجليزيه ودرت اقتصاد، درت مانجمنت اداره اعمال. ولكن ان شاء الله من القدام نتمنى اني نبدا نقرا موسيقى. دخلتي استوديو كان عندك تسجيل؟ احكي لنا شويه على التجربه. بون، الاولى سجلت كان اول تسجيل لي في دبي. خارج الوطن. خارج الوطن سجلت تماك اغنيه كتبوها ولحنوها في مصر وسجلتها في دبي. كنت حابه نكمل لها فيديو كليب لكن ما توفقت، وعاودت رجعت لهنا باش نكمل دراستي وكاع. وهنايا كان ثاني سجلت ولكن مجرد كفرز مش اغاني خاصه بيا. اوكي. نوع الاغاني اللي او الاغنيه، بس قلتي لي اغنيه واحده طربي. راني عطيتها لهم في اوكي ان شاء الله، ولا كانت جاهزه يقدروا من بعد يعطونا نسمعوا مقطع. اغنيه قلت لك مصريه شويه جايه حزينه طربي، تقدري تقولي طربيه ولكن عصريه. وبمن متاثره ماريانا من الفنانين اكثر؟ فنانه ولا فنانه؟ كجزائريه متاثره بورده الجزائريه، الله الله، ايقونه المدرسه فعلا. وام كلثوم اسمهان هذو في الطرب. في الغربي كاين ماريا كاري، ما كاش اللي يحبهاش واللي ما يحبهاش، عندها صوت واسع ورائع.
نعيمة الجزائرية لنوجو لها تحية كبيرة. من الأصوات اللي نفتخروا بهم وأكيد من الأصوات اللي راح نفتخروا بهم في الجزائر هو صوتك ماريانا، ما شاء الله عليك، وراح يتأكدوا بلي صوتك من بعد ما نسمعوك بعد قليل أكابيلا في على المباشر اكيد باش تاكدوا بلي صوتها. بعد ماريانا نعاود نولي عند ضيفتنا زينب. زينب ايضا تصميم الازياء هو فن، والفنان لازم تكون عنده لمسه. لمسه زينب وين نصيبوها في اللباس اللي تصممه؟ اللمسه تكون يعني اللمسه ما تكونش محدده في اللباس. تقدر تكون عندك تصميم واجد تكوني درتيه في اخر دقيقه تقدري تزيدي له لمسه، تقدري تبداي بلمسه ومن بعد تروحي للتصميم، تسمى على حسب نقدر نقولوا المزاد ولا على حسب انت واش كاين في بالك. احنا اكيد راح نشوفوا لمستك والمشاهدين ايضا راح يتعرفوا. عصري هو كراكو لا ديكوب تاعو عصريه، لكن هو الحاجه العصريه اللي اكثر فيه فيه بزاف بيرلاج. حنا تعودنا نشوفوا الكراكو التقليدي سواء يكون شعره ولا فتله، دوكا ولينا نشوفوا بزاف البيرلاج. صح، دونك هذا فيها ميلونج تاع الشعره بلوس بيرلاج ولا ديكوب تاعو عصريه. قولي لنا برك التشكيله اللي درتيها هذه اللي خدمتيها كما نقولوا من الكونفينمون لليوم، واش نوعتي فيها من البسه تقليديه؟ درنا نوعين من الكراكو، الكراكو سروال شلقاء وسروال مدور. درنا القفطان، الجبه القسنطينيه، درنا قفطان مودرن تقليدي، شويه تقليدي شويه مودرن، ودرنا كما شفتي الباليطات. لا لا ما شاء الله يعطيك الصحه، لبستك واضحه جدا. من بعد نزيدو نشوفو كما قلت لباس ثاني. اللباس التقليدي يقدر يوري صوره جميله جدا عن البلد كما الجزائر، شرفتنا الكثير من مصممين الازياء شرفونا في الخارج من خلال ازيائهم، كما ايضا الفنان ايضا بصوته يقدر يعرف ببلاده ويشرف ايضا بلاده كما داروا كثير من الفنانين. انت يا ماريانا فضلتي انه تكون انطلاقتك من الخارج من دبي كما قلتي لنا، هل راكي مواصله في هذا الخط ماذا بيك تكملي في الخارج ولا يعني تعاودي تولي للجزائر وتنطلقي من هنا؟ رساله موجهه لكافه الناس، انا مانيش حابه نفيزي بلاد ونخلي بلاد. اوكي، ماذا بيا لو كان نفيزي كامل الوطن العربي. لكن الابواب تفتحت لك ايضا مؤخرا من خلال برنامج تلفزيوني للمسابقات واكتشاف الاصوات تجوز على قناه ابو ظبي، راكي مشاركه فيه، حكينا على التجربه. هي تجربة غنائية، هي عبارة عن
برنامج يكتشف الأصوات أو مسابقة أصوات عربية من كافة الأوطان العربية، ولكن يتماشى مع الظروف الحالية اللي راه يمر بها العالم. سك كل واحد يغني من دارهم، شغل أديستانس نشاركوا أديستانس ويكون على الهواء. واسمه البرنامج؟ البرنامج اسمه غني مع فايز، ويفوت في قناة أبو ظبي. شكون في لجنة التحكيم؟ في لجنة التحكيم كاين الفنان والملحن فايز سعيد، وكاين كل مرة يستضيف فنان، وطبعا كاين لجنة ما يوروها. اوكي، أنت كان عندك مرور مع من؟ شكون اللي يقيم صوتك؟ جوستومون هذه الحلقة اللي جاية مانيش عارفة، حتى احنا ويخلونا لا سيربريز. مانيش عارفة مع من راح نفوت. فايز كان ذكي في هذه النقطة، يخلينا حتى احنا سوسبانس ماناش عارفين. يعني جست المرحلة الأولى بما أنه في حلقة ثانية. المرحلة الأولية تاع التصفيات. بعث لهم اون شونسون تاع تعرف قبلوني بها. فتت المرحلة الأولى اللي تعتمد على التصويت. راني في المرحلة الثانية وإن شاء الله راهي. يعني راكي بحاجة إلى تصويت الجزائريين الآن. إن شاء الله يا رب يكون فيه تصويت كبير، والأكيد راح يتضاعف التصويت من بعد ما يشوفوا مرورك معنا في صباح الشروق. بصح باش يتأكدوا أنه تصويتهم صح ويروح للشخص الصحيح لازم يسمعوا صوتك على المباشر. ماريانا أعطينا حاجة إذا ممكن نسمعوها. أم كلثوم ما شاء الله. فاكر قلبي أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. اسمحي لي قطعتك، لكن باش نستمتعوا احسن نظن فيه خلل بسيط راح يصلحها في هذه الاثناء، فقط صلحوا لي يا زملاء، قولوا لي اذا نروحوا على فاصل ولا نكملوا. نروحوا نشوفوا فيديو مال عليها ومن بعد بيحسدوني عليه، بيفكروا قلبي في الهوى تهنى لما شفت عينيه، على ايه؟ على الجراح ولا الدموع ولا الالم؟ على عذاب ولا على دمع الندم؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ برافو، ما عندي ما نقول، عندك الحق كي تطلعي المستوى وتغني لأم كلثوم وبدا وما تخافيش. ما شاء الله عليك ميرهان. نعاود نولوا لعند زينب. زينب شفنا قبل قليل زي تقليدي هو الكراكو، الان ربما راح نشوفوا مع العارضه زي من الشرق الجزائري. قفطان. قفطان. انا بان لي دوك يشوفوا بلا علاش قلت، لانه فيه لمسه جميله جدا تقدر تكون تجمع بين زيين. نقولوا تفضلي للعارضه.
الشاشه، يعطيك الصحه، شكرا على مرورك. نولي لك زينب. انا شفت انه يجمع بين الجبه فرقاني وقفطان، وعجبتني بزاف هذيك لي مانش تاع الكتاب. هو يجمع، احنا حتى في لا دوزيام كوليكسيون تاعنا حبينا نسيو كيفاش نتجمعوا انتوني نديروا شويه من كل ولايه، نقدروا مثلا نديروا لو بارلاج تاع هاد الولايه، نديروا لا ديكوب تاع ولايه واحده اخرى، لا ترانجل تاع هادي، نتجمعوا ولايات في اون سول توني. العرايس لما يجوا عندك زينب وش راهم يطلبوا؟ التقليدي يعني المحض اللي نعرفوه احنا، ولا يحبوا دائما تكون فيه لمسه عصريه؟ يحبوا اكثر شيء حاجه عصريه. صيبي اللي تحب حاجه تقليديه تقليديه، لكن تقول لك زيدي لي فيها شويه حاجه جديده. ولكن بصح بنات اليوم العرايس جينيرالمون كامل يحبوا حاجه مودرن. وانت من الناس اللي كي تشوفي العروسه تنصحيها تقولي لها وش يوالمك وش بيان سور وش يخرج عليك؟ شوفي لي كليونت، كاين اللي تجي تقول لك بلي انا، كاين اللي تجي من راسها عندها موديل، كاين اللي حنا تجي ننصحوها نورو لها قال هذا يخرج مع هذا، نديروا لك هكا نديروا لك هكا. كاين اللي كما يقولوا تسمع بالنصيحه، وكاين اللي نو دير لو موديل تاعها. بما انك جديده في الميدان اكيد كاين مصممي ازياء يعني كما يقولوا يعجبوك اعمالهم، كاين بعض الاسماء اللي تاثرتي بهم من مصممين جزائريين؟ وي كاين ميزون من نوبه ما شاء الله، نحب لي موديل تاعها، نحب لو ميلونج اللي ديروا بين العصري وبين التقليدي، نحب كيفاش بينت الكراكو بطريقه اخرى. انت يعني واضحه لمستك العصريه على التقليدي. ولكن ماريانا كي قصرنا معاها شويه ودردشنا معاها شفناها شايده بزاف في الطرب، انت من الناس اللي ماذا بك تكملي في هذا الطريق يعني اللي ديتيه، ولا كي حابه ديري اغاني شبابيه جديده كوميرسيال كما نقولوا تجاريه؟ هي طبعا الفنان لازم يكون عندها دي مورسو تاع فن ثقال اللي باش يبين بهم قدرات صوتيه، ونشوفوا حتى فنانين كبار راهم يديروا حتى هما كوميرسيال اوتوماتيكمون، تما ماذا بيا ندير هكذا وندير هكذا، وكامل لي ستيل حابه نديزيهم، مانيش حابه نجزي غير طارق الجزائري، عندي ما نغني في لاي دارك، عندنا فن. عندك مشاريع ماريانا؟ كتحضري كاش مشروع فيديو كليب؟ بوغ لانستون وي ان شاء الله، مازال ماشي مضمون، مي نخدم عليه باذن الله. يعني كعندك هدف كي حابه ان شاء الله توصلي له؟ ان شاء الله. ان شاء الله ماريانا. وايضا نفس السؤال لزينب، هدفك وينك حابه توصلي بتصميم الازياء؟ هدفي اول شيء ننجح هنايا كما يقولوا، نوري لي موديل تاعي، نوري الخدمه تاعنا. اهم حاجه ككل مصمم ولا واحد عنده حرفه ماذا بيا الالبسه تاعنا نشوفوها في محافل دوليه، نشوفوها في العالم، نشوفوا الناس لابسينها. ان شاء الله يا رب. شكرا لك والله، شرفتوني ونورتوني، يعني نشوف جزائريات هكذا نجحات. شكرا جزيلا. زينب ختاوي مصممه ازياء تقليديه، ان شاء الله نشوفك من بين اكبر المصممين في الجزائر، واللي ما لا تشرفينا خارج الوطن، يعطيك الصحه. وايضا سعداء جدا باكتشاف هذا الصوت الجميل الجوهري لماريانا حسين، يعطيك الصحه على مرورك، وان شاء الله تعاودي تولي لنا بمشاريع جديده. لكن ما نخلوكش تروحي هكذا، لازم تعطينا حاجه اكابيلا، ماذا بينا نسمعوا شيء جزائري حتى نخرجوا على الفاصل. داكو اوكي تفضل. انا حسبتك حجرة المرجان، انا حسبتك حجرة المرجان، خدموا بيك البرايم صار انت حجرة الويدان، يا عفت عليك عليك البهايم